مرحبا يا أطفال. هذا الأسبوع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة راح نديروا تقدير كبير للمرأة الجزائرية، الخالة، الأستاذة، الأخت، الصديقة. يعني المرأة في المجتمع تاعنا عندها دور مهم جدا. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة. اليوم نحكي لكم عن حياة الشهيدة جميلة بوعزة. عمو يزيد دلكم أغنية عن المرأة، إذا كامل تغنوا معايا يا بنت حواء. مدرسة الحياة أنت يا نبع الحنان، ورسالة لها أتيت من الرب المنان. أنت الراحة والهنا، أنت الحب والرضا، نورك أشرق في الأرجاء يا بنت حواء. وانتم يا أصدقاء اللي راكم تشوفوا فينا، إلا حبيتوا تجوا تحضروا معنا كيما هاد الأصدقاء وتفرحوا، وإحنا ثاني نفرحوا كي تجوا لعندنا، ما عليكم إلا تشاركوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام، نحبكم يا أطفال. حملت لواء الثورة، تحديت الهم والألم، ضحيت ودقت المرة، وكنت الأخت والأمة. حملت لواء الثورة، تحديت الهم والألم، ضحيت ودقت المرة، وكنت الأخت والأمة. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغنيلوا، تعالوا هلموا إلينا ضفوا مع عمو يزيد.